اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامج مؤشر النيل الذي نستعرض فيه بالارقام والتحليل مؤشرات البورصه المصريه والتي تبين اداؤها في ختام تعاملات اليوم، حيث تراجع المؤشر الرئيسي للبورصه المصريه اي جي اكس 30 بنحو 24% ليصل الى مستوى 8142.25 نقطه، وامتدت الانخفاضات الى مؤشر اي جي اكس 20 محدد الاوزان النسبيه الذي هبط بنسبه 23% مسجلا 9846.52 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 بنحو 85% ليصل إلى مستوى 596.18 نقطة، كما شملت الارتفاعات أيضا مؤشر اي جي اكس 100 الأوسع نطاقا والذي أضاف نحو 66% من قيمته ليصل إلى مستوى 1041.1 نقطة. ونتحول إلى قائمة القطاعات النشطة في السوق اليوم، حيث تصدر قطاع العقارات بنسبة 30.34%، تلاه قطاع الخدمات المالية باستثناء البنوك بنسبة 28.4%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 14.28%، تلاه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 4.92%. أما بالنسبة لفئات المتعاملين دخل المستثمرون المصريون على نسبة بلغت 82.43%، بينما استحوذ المستثمرون الأجانب على نسبة بلغت 14.72%، كما حاز المستثمرون العرب على نسبة بلغت 2.84%، وذلك من حجم التعاملات. يأتي هذا فيما حاز الأفراد على 43.78% من التعاملات، بينما حازت المؤسسات على 56.21%. أما بخصوص الأسهم الأكثر ارتفاعا، فقد تصدرها سهم شركة النصر للأعمال المدنية بنسبة 8.38%، الإنتاج الزراعي بنسبة 7.45%، يليه سهم مصر للفنادق بنسبة 5.93%، ثم سهم بيراميدز الفنادق والقرى السياحية بنسبة 5.83%. أما بالنسبة للأسهم الأكثر انخفاضا، تصدرها سهم أطلس لاستصلاح الأراضي والتصنيع الزراعي بنسبة 3.86%، ثم سهم غاز مصر بنسبة 3.58%، تلاه سهم حديد عز بنسبة 2.99%، ثم سهم العربية بوليفار للغزل والنسيج بنسبة 2.57%. هذا وقد بلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 477.580 مليار جنيه، وسط تعاملات بلغت نحو 946 مليون جنيه. تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات الأربعاء وسط عمليات بيع من قبل المؤسسات والصناديق العربية والأجنبية، قابلها عمليات شراء من قبل المستثمرين الأفراد المصريين. رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بلغ نحو 477.6 مليار جنيه، وسط تعاملات بلغت نحو 946 مليون جنيه. وقلص المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اي جي اكس 30 خسائره المبكرة التي تجاوزت 1% ليتراجع بنحو 24%. وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 بنحو 85%، وشملت الارتفاعات مؤشر اي جي اكس 100 الأوسع نطاقا الذي أضاف نحو 66% إلى قيمته. المحللون أوضحوا أن تعاملات اليوم بدأت على تراجع كبير نتيجة لإقرار القانون الخاص بشأن الضرائب على الأرباح الرأسمالية والتوزيعات النقدية بالبورصة، إلا أن السوق سرعان ما امتص الصدمة وشهد عمليات شراء قوية من قبل المستثمرين المحللين خاصة في قطاع الأسهم الصغيرة والمتوسطة، ما قلص من خسائره الصباحية والتي زادت عن 1%.
ويتوقع استمرار صعود السوق خلال الفترة المقبلة ليستهدف المؤشر الرئيسي على المدى القصير مستوى 8900 نقطة و 9200 نقطة على المدى المتوسط. أرحب بحضراتكم مجددا والمزيد من التحليل والتوضيح لأداء البورصة المصرية اليوم. يسعدنا أن يكون معنا في الاستوديو الأستاذ إسلام عبد العاطي خبير أسواق المال. أهلا بحضرتك أستاذ إسلام. أهلا بيك. يعني زي ما شفنا في التقرير كده مؤشر البورصة النهاردة بدأت على خسائر ضخمة جدا، شايف حاليا وصلت تقريبا 3 مليار ثم قلصت، قدرت تقلص حجم الخسائر وصلت 600 مليون. إزاي تقرأ حضرتك النهاردة هذا الأداء؟ هو طبعا الاداء كان فيه انخفاضات فعلا كبيره في بدايه الجلسه، وحتى منتصف الجلسه تقريبا كان فيه انخفاضات تعتبر كبيره نسبيا، وبعد كده تقلصت هذه الانخفاضات، دخلت قوه شرائيه فالاسعار رجعت لمعدلاتها الطبيعيه مره اخرى، فبالتالي تقلصت الانخفاضات وبالتالي ارتفع مع راس المال السوقي، او النسبه اللي احنا كنا خسرناها من راس المال السوقي رجعت مره اخرى. الاسباب وراء دخول المشتريات في الوقت ده مش شرط يكون في اسباب، مفيش اسباب. يعني النهارده عاده اللي بيحصل ان اتجاه السوق لما يتحول من اتجاه لاتجاه في نفس الجلسة في الجلسة الواحدة، يا إما بيكون في خبر جديد مثلا نزل، او معلومه جديده نزلت في السوق تكون معلومه مؤثره او متعلقه بالسوق ككل او بالاقتصاد فبتؤدي لهذا التاثير، يا اما بيكون ان الاسعار وصلت لمستوى جاذب بالشراء بالنسبه للمستثمرين اللي دخلوا في الوقت ده، فبالتالي رجعت كفه الميزان تتوازن مره اخرى ما بين قوى العرض والطلب وتقلصت الخسائر بمثل هذا الشكل. والنهارده انا اعتقد ان باستثناء خبر او باستثناء البيان الخاص بالضريبه ما فيش اخبار. انا لسه كنت هسال حضرتك بخصوص البيان الخاص بالضريبه، اولا عايز اعرف الاول الياته واليه تنفيذه، وبعد كده نبدا نشوف نتبحث تاثيره. هو طبعا هو مبدئيا اليه تنفيذه دي غامضه، يعني هي للاسف احنا انا مش عارف هيتنفذ ازاي. انما انا في بس حاجه قبل ما انسى، ان البيان الرسمي اللي نازل اللي هو البيان الاعلامي مش البيان الكبير، البيان الاعلامي ما فيهوش حد الاعفاء اللي كنا بنتكلم فيها قبل كده اللي هو 15000 جنيه، دي مش موجوده في البيان الاعلامي المختصر اللي نزل. فهل هم شالوا حد الاعفاء او هو مختصر البيان؟ دي نقطه المفروض ان هو حد الاعفاء ده مش كان موجود مع بدايه مع بدايه اصدار القرار وقال لك هننزله للنقاش المجتمعي مثلا او لحين اعتماده من الرئيس، ولما نزل البيان الاعلامي النهارده مفترض ان دي التفاصيل النهائيه ما كانش في حد الاعفاء. طب غالب البيان الرسمي بيتضمن هذا الاعفاء مفترض، ده بند اساسي في القانون بس هو لسه مش واضح، يعني لسه مش واضح لانه مش نازل في البيان الاعلامي. فاحنا يعني احنا خلال الفتره الجايه هنطلب توضيح البند ده اتلغى من المشروع القانون ولا تم السهو عنه او تم اغفاله. طيب دلوقتي نرجع بقى لموضوع تاثير هذا القرار ونزوله بدايه تطبيقه فعلا، ايه تاثيره على البورصه؟ شايفه كان النهارده ازاي؟ انت حضرتك تقول ما فيش مبرر يخلي البورصه المؤشرات تترفع او تقبل المستثمر سواء الافراد او المؤسسات على الشراء بعد ما كانت في خسائر. طيب هل نقدر ان احنا نخلق مبرر ونقول ان نزول هذا القرار وبدايه تطبيقه يكون هو السبب اللي دفع المؤسسات او الافراد للشراء ورفع او تقليص خسائر البورصه زي ما نقول؟ والله ممكن يكون الكلام ده، هو طبعا الكلام ده اعتقد لا، يعني استحاله ان السوق هينتعش او هترتد ليه الخسائر اللي خسرها علشان بيان او علشان التصديق على حاجه مضره بالسوق. طب بس احنا شفنا، معلش انا اسف حضرتك، احنا شفنا ان بدايه صدور هذا القرار اللي هو الضرائب على الارباح كانت البورصه شهدت خسائر ضخمه، ثم بعد كده قدرت تستوعب الصدمه وبدات تتصاعد تاني من جديد. يعني طيب انا لسه هكمل بقى. اتفضل. انا لسه هكمل. الا اذا كان اللي حصل النهارده بفعل فاعل، يعني احنا عاده بنفترض ان لو ما فيش حد متعمد ان هو ياثر في الاداء العام للسوق سواء سلبا او ايجابا، فبنفترض ان قوه مثلا بالتطبيق على حاله النهارده بنفترض بعد وجود خسائر في السوق ان دخلت قوه طلب تعتبر جيده قامت بالتوازن مع قوه العرض، فبالتالي شاهدنا ان التراجعات بدات ان هي حدتها تتراجع وبدانا نشوف ارتفاعات تعتبر جيده في السوق. فالكلام ده لو احنا النهارده بنفترض عدم وجود حد متعمد يعمل كده، يبقى احنا بنقول ان دي قوة طلب وعرض طبيعي. انما ممكن يكون في حد متعمد يعمل كده علشان يوازن نزول مثل هذا القرار بهذا الشكل الرسمي. انما كمان خلينا نفترض حاجه، ان احنا السوق بمجرد ان الكلام ده نزل قبل كده في فتره سابقه كان في خسائر حاده في السوق، وبعد كده السوق عوض خسائره دي مره اخرى، وده راجع لحاجتين. الحاجه الاولانيه ان الاسعار فعلا انخفضت ايامها بشكل كبير قوي بشكل غير مبرر، واحنا كنا ساعتها داخلين مع اعلان نتائج الانتخابات الرئاسيه، فبالتالي كان
المفترض الخبر ده يطلع السوق ويعمل انتعاش قوي جدا، فالناس اتصدمت في الاول، وبعد كده الخبر الثاني بدا ان هو لما الاسعار بقت جاذبه بدا الخبر الثاني يؤتي ثماره اللي هو موضوع الانتخابات الرئاسيه. الحاجه انا بسمي ان الخبر ده ان مساله الضريبه ده حصل لها تطبيع بقى مع السوق، يعني بدا يتعامل معاها الى حد كبير. طيب حاجه ثانيه يا استاذ اسلام، دلوقتي في بعض بيروا ان هذا القرار اللي هو بالضريبه يعتبر هو في بعض المميزات للمستثمرين. الضريبه قبل كده كانت بتطبق على مساله البيع ومساله الشراء، دي كمان كانت مرفوضه. دي كمان كانت مرفوضه، ولكن تم فرضها بسياسه الامر الواقع على السوق والناس تقبلتها. المشكله في ايه بقى؟ المشكله ان انا مش عايز انظر لحاله السوق دلوقتي، ولا عايز انظر لحاله الاقتصاد دلوقتي. انا النهارده بعمل تطفيش لبعض الاستثمارات اللي هي داخله عندي البلد علشان تستغل التسهيلات الاستثماريه. زي ايه مثلا؟ زي حتى لو حبينا نبعد شويه عن البورصه، النهارده المستثمر اللي بيدخل يعمل مصنع عشان يستغل دعم الطاقه مثلا بشكل اساسي، ان هو بياخد الطاقه أسعار مدعومة ويبيع المنتج بتاعه بالسعر العالمي فبيحقق طفرة سعرية جيدة. ده مستثمر بيدخل علشان الميزة دي بس في الاقتصاد المصري. في مستثمر تاني بعد إذن حضرتك ما اسمح لي أقطعك، إن الميزة دي بتخص الاقتصاد المصري، يعني بتكبد ميزانية الدولة. أنا مش مختلف معاك في كده، وعلى حسب وعلى حساب المواطن والأفراد. أيوه أنا ما ذكرتش إن إحنا عايزين ده. أنا ما ذكرتش إن إحنا عايزين ده. كذلك في مستثمر أجنبي سواء مصري أو أجنبي بيدخل علشان حدود إعفاءات ضريبية لمدة كام سنة. نقوله لو جيت استثمرت في المنطقة، المنطقة جديدة مثلا، صناعية جديدة او في مجال جديد احنا محتاجين فيه استثمارات، فهديك إعفاء ضريبي لمدة 5 سنين، فبيدخل علشان النقطة دي. بعد ما تنتفي النقطة ديت بيفكر بقى يخرج ولا يفضل موجود. فانا المستثمر ده هو اللي موجود عندي دلوقتي، اذا كنت حابب اخرجه واجيب المستثمر الثاني اللي هو يجي يرضى بالاستثمار في المناخ الموجود حاليا بشروط عادلة للطرفين ليه ولينا، اللي هو بقى اللي احنا المستثمر اللي احنا عايزينه بقى، اللي هو ما يستغلش دعم طاقه، اللي هو ما يستغلش اعفاءات ضريبيه. لازم قبل ما اطفش اللي موجود لازم يعني استجذب مش هنتشائم، نقول دي قوانين متعلقه بمساله الاستثمار والجذب الاستثماري. عشان كده بتكلم، لكن انا هاجي على جنب البورصه تاني وهرجع لها. ما انا عشان كده يعني انا برضو عافيت مثلا المستثمر من ان انا دلوقتي النهارده بحاسبه ضريبه على الارباح، اما في حاله الخسائر فانا بعفيه لمده 3 سنين. تمام. طب هي دي ما تعتبرش ميزه للمستثمر؟ تعتبر ميزه من ناحيه البورصه. انا هتجنب دلوقتي قوانين. لا هي مش ميزه للمستثمر، هو تقليل من عنف الخسائر، من عنف من عنف القانون. يعني هو تقليل من القسوه والعنف الخاص بالقانون. لكن انا هفترض النهارده ان الاليه نفسها اللي احنا اتكلمنا فيها في الاول ان هي غامضه، ازاي احنا هنطبق لو انا النهارده هطبق او هعمل اساس الحساب في نهايه السنه الماليه مثلا، يبقى انا بالتالي لازم اشوف المحفظه دي خسائرها او الخسائر اللي عملتها، واشيل منها او الارباح اللي عملتها، واشيل منها الخسائر، واشيل منها الايداعات، واضيف عليها المسحوبات، يعني اقيم المحفظه دي. محتاجه واحد بني ادم مش كمبيوتر، محتاجه بني ادم يقعد يقيم المحفظه دي. المحفظه دي خلال سنه بيكون فيها اتعمل فيها ايداعات مختلفه واتاخد منها مسحوبات وكسبت وخسرت. لازم حد يقعد يشيل الاثار دي كلها ويطلع لنا الراجل ده كسب بالحق قد ايه وخسر قد ايه ويطرح من بعد. طب ما احنا هنكتشفه اعتقد مع التجربه، ولا شايف حضرتك ان ده لازم لا لازم يتوضح من الأول. لازم يتوضح من دلوقتي. فالنهارده اذا كنت انا بقول الخسائر هترحل خلاص، انا النهارده المستثمر لو في نهايه السنه حقق خسائر هقول له انا مش هاخد منك ضريبه. كذلك بالظبط. انا انما بقى لو بدات براس المال السوقي بتاع راس او راس مال المحفظه النهارده اللي تقلص نتيجه الخسائر، هبدا بيه سنه جديده. فلو كسب فوق راس المال الجديد المفروض اخد منه ايه؟ ضريبه. ضريبه لا تمام. انا هقول له لا، انت ان انت بادئ براس مال كان خسران، فهرحل له الخسائر لمده 3 سنين. تمام. عشان بس يعني انا لو النهارده بادئ براس مال 1000 جنيه في نهايه السنه بقى 800، هقول له مش هاخد منك ضريبه. تمام. اجي في السنه الجديده انا بادئ ب 800، لو وصلوا ل 900 يبقى انا كده هاخد منك ضريبه. لا، لان اصلا راس المال المبدئي كان 1000. طيب احنا دلوقتي بنشهد هذا القانون تعديلات واجراء تعديلات متلاحقه، يعني هل ما نتوقعش ان ده امر يتم تداركه فيما بعد، خصوصا بعد ما يبدا يتلاحظ السوق او يتراقب من مؤسسات الافراد تاثير الاثنين؟ مفيش توقعات بهذا الامر؟ هو طبعا اي قانون وارد انه يتعمل فيه تعديلات طبقا للموقف، واحنا عندنا حتى في نظم العمل في البورصه كل فتره بنغير بعض الحاجات طبقا للايه للفتره اللي احنا فيها. بس الفكره ان دي بتضر في بعض الاحيان ايه؟ عدم الاستقرار في المناخ. يعني هو النهارده مثلا لو جه لقى تعديلات صالح المستثمر،
التعديلات لصالح المستثمر. طب هو الدوله يعني حاله محاوله حاله من التوازن ما بين الدوله والمستثمر. ما ينفعش توازن ملي ان النهارده عندي الارباح اللي اتحققت دي ياخدها المستثمر ياخدها الدوله ينقسمها صح كده؟ هنقسمها ما هو ده اللي هيحصل. يبقى استحاله ما ينفعش ان واحد يستفيد لازم طرف يتضرر. يبقى ما انا مش هقدر اقول ده. ما هو الطرف النهارده المستثمر ده النهارده هو كسبان 1000 جنيه مثلا انت تاخد منه 100 وتقول له انت كده ما اتضررتش او لا اتضررت انت خصمت من ارباحه يعني ما فيش حاجه اسمها الاثنين هيستفيدوا ما فيش حاجه اسمها كده انما في حاجه اسمها انا هاخد منك جزء من الارباح ديت كضريبه عشان ارجعها لك في صوره ايه؟ خدمات بقى واستثمارات وكلام من ده في الاخر هتنتفع مره اخرى. طيب يبقى المعيار دلوقتي ايه؟ الحصيله اللي انا احصل عليها من الموضوع ده كله تكفي ان انا اعمل اي حاجه ملحوظه في البلد. تمام. مش تطلع لي مثلا ايه مليار ولا 2 مليار اخدهم اديهم ارميهم في اي دعم وخلاص على كده. حضرتك واعتبر نفسك بتخش البورصه بتضرب بتعمل مضاربات بتعمل باموال جامده جدا وتشتري وتحرك السوق زي ما عايزه وتحقق ارباحها وتاخدها وتمشي تطلع تستثمرها بره. كويس. هنا الدوله دورها ايه؟ وانا كده ابقى ضريت الدوله وضريت الافراد. وبالمناسبه اعتقد ان كان مساله الارباح دي كانت بتبقى على حساب الافراد. طيب يبقى انا ممكن اعمل ايه؟ ممكن اعمل ضريبه على العمليات الكبيره مثلا. لان انا ما اقدرش في كثير من الاحيان اجزأ العمليات الكبيره قوي دي لعمليات صغيره عشان اهرب من القصه دي، لازم اعملها بشكل كبير. اعمل ضريبه على الصفقات اللي بتتم، صفقات الاستحواذ وصفقات النقل الملكيه اللي بتحصل بتبقى مبالغ كبيره، واسيب بقى الضريبه على التعاملات. اعمل ضريبه او اعمل او اعدل الضريبه دي وتكون بنسبه كبيره على التعاملات الضخمه جدا. تمام. يعني احنا مثلا عندنا هنا اللي بيحصل العكس. النهارده المستثمر اللي حدود ملكيته اقل من 25% من الشركه بيتخصم عليه ضريبه او بيتاخد منه ضريبه 10% طبقا للقانون الجديد. المستثمر اللي فوق ال 25% بس حد ادنى اعتقد 15000 جنيه جاي ما يوصل للافراد باين يعني. لا ده 25% من حجم الشركه ده حاجه كبيره. انا بتكلم ان اي مستثمر او مضارب تحت ال 25% والغالبيه العظمى تحت اكيد ال 25% تاخد منها 10%. اللي فوق ال 25% اللي هم مين بقى؟ الملاك الرئيسيين وكبار المستثمرين في الشركه هيتاخد منهم 5%. يبقى انا كده بميز مين؟ انا بميز الكبير. هيقول لي عشان هو الراجل ده استثمارات حقيقيه محتفظ بيها لمده سنتين ثابته ومستمره وكذا. تمام. بس انا مش انا مش دلوقتي مش انا ده الراجل ده ما يهمنيش. انا بالعكس انا عايز امول ولا عايز اخرب؟ انا عايز امول. يبقى لو لقيت ان انا عشان انا مش عايز او بحابي الناس ديت الناس الكبيره فهلاقي حصيله الضريبه اللي طلعت لي مليار ولا 2 مليار اخدهم ما ينفعوش في اي حاجه ما ينفعوش يمثلوا بند. اخدهم ارميهم في دعم طاقه ارميهم في دعم عيش ارميهم في اي حاجه مش هحس بيهم. طب خلينا نتوقع ونرى بمنظور اخر. هناك شركات كثيره وفي المنتظر في المستقبل مع مرحله التنميه المقبله عليها مصر ان هناك شركات كثيره هتدخل البورصه وهيبقى توسيع في حجم الاستثمارات. هل حضرتك شايف ان ده ما يستحقش تطبيق مثل هذا القانون؟ لان بالتالي هذه الشركات هتكون شركات ثابته حجم استثمارات ضخمه. انا رعيت الافراد بخصم ان انا ما باخدش منه ارباح الا حد ادنى 15000 يعني بعد كده ببدا اخد. راعي المؤسسات انا تعاملت معها بتعامل ثابت حافظت عليها برضه. هل حضرتك مش شايف ده حاله من التوازن بالنظره المستقبليه؟ لو قلت انتوا كنا سمعنا قبل كده ان البورصه محتاجه تدخل شركات كتيره اكتر يعني. طب هو دلوقتي ما هو دلوقتي الموضوع محتاج منظومه. انا في بس ملحوظه صغيره كنت عايز اقولها قبل ما نجاوب على القصه ديت. ان عندنا المفروض ان كل مواطن دلوقتي خاصه اللي هو مش بينتمي للقطاع الحكومي يبقى ليه حاجه اسمها اقرار ضريبي بيعمله كل سنه. ليه ما حطيناش الموضوع بتاع ارباح البورصه طبقا بالنسبه للمستثمرين الافراد الارباح الراسماليه مع الاقرار الضريبي؟ يعني ليه ما حطيناش دي مع دي؟ هو يقدم اقرار ضريبي انا كسبت من شغلي مثلا كذا ومن ارباحي في البورصه كذا بقدم الاقرار على كذا ولو هم شاكين في الارقام يقدروا ان هم يتاكدوا منها بدل ما نروح نخصمها من مصر مقصه والكلام ده. بس دي طالعه نازله طالعه نازله طالعه نازله ومتغيره وحساباتها متاهه. طب حضرتك قلت اهو هيحسبوها هم ازاي؟ اما نشوف يعني. انا دي يعني لا اصل حضرتك انت عايز دلوقتي هتاخدها على مدار سنه وانا اقدم ده في الاقرار الضريبي بالظبط. هو يقدر يحسب حجم من يعني احتمال. انا يعني هناك لازم تحتمل الشقين في جاد وصادق هيكون في تعامله وفي شخص هيتلاعب في الناحيه. ما هو ده وارد بالنسبه اصلا هو ماليش ما عندك. طب انا من دي برضه انا عايز اعرفها يعني دي انا عايز اعرفها. النهارده مثلا جه مستثمر في شهر 11 احنا هنحسب الضريبه في شهر 12 طبقا للكلام ده. جه في شهر 11 او قبل 2012 راح سحب صفى فلوسه كلها وسحب الفلوس هيخصموا منه ازاي؟ هيخصموا منه الضريبه ازاي؟ لان هم قالوا مش هنخصمها على كل عمليه مش على كل عمليه هنخصمها في الاخر. طب هتخصمها منه ازاي؟ هتجيبه منين؟ ولو مستثمر اجنبي هتجيبه منين؟
نبعد بقى عن نادر. طب احنا هنقدر نوصل لنقطه وسط نقول مؤقته لحد ما تكشف الايام القادمه النتائج ايضا، لكن نقدر نقول ان قراءتك ايه او انت حضرتك شايفها ازاي، خصوصا امبارح كان في توقف عن العمل، النهارده حصل اللي حصل في البورصه، بدات خسائر زي ما قلنا قلصت وحصل تباين، انت شايف ده ايجابي او تقراه ازاي النهارده؟ هو الاداء النهارده ملوش علاقه بالموضوع ده يعني الاداء جيد مش بطال يعني الاداء معقول. هو احنا النهارده مفيش اي معدلات نمو في الاقتصاد ولا في الشركات بتظهر خلال الفتره اللي احنا فيها دي، فالاداء يعتبر عرضي بيرتفع في بعض الجلسات بشكل طفيف منخفض بشكل طفيف، احنا بندور 100 نقطه فوق و100 نقطه تحت، وده نطاق ضيق جدا. احنا بقالنا فتره بندور ما بين ال 8300 نقطه مثلا لغايه ال 8100 نقطه، ف 200 نقطه دي احنا بندور جواها لغايه ما نخرج من الاطار ده. احنا ماشيين في اداء عرضي ما فيهوش اي ملاحظات على اي حاجه. امن يعني ومستقر ايجابي ولا سلبي؟ طيب لا هو كان في انهيارات، هو لو في خساره ضخمه ما انا هقول لك على حاجه، احنا اللي بنشكل السوق، المستثمرين اللي بيشكلوا السوق. المستثمر النهارده لما هيزهق من الاطار اللي هو ماشي فيه ده، لانه لا بيكسب ولا بيخسر، كل يوم بيجي يضيع وقته وخلاص، فلما يزهق من الاطار ده هيبدا يتخلص من المحفظه واحد ورا الثاني ورا الثالث ورا مؤسسه ورا صندوق، هتبص تلاقي ايه الموضوع جه بالعكس. فما نبقاش مبسوطين قوي ان احنا ماشيين في 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 حد الامان، لا لازم يبقى في معدلات نمو ولازم يبقى في تذبذب يومي او حتى اسبوعي او شهري علشان الناس ايه ما تزهقش وفي ناس جديده تدخل. طب القطاعات اللي استاذ اسامه حضرتك شايفها في محاكاه قادمه ان شاء الله ممكن انها تشهد صعود؟ هو الورق، انا بس افصل الورق شويه عن الشركات. الورق بتاع القطاعات دايما قطاع الاسكان يعني كورق، ليه؟ لان قطاع الاسكان من القطاعات اللي فيها ياما قلنا الملحوظه دي فيها اسهم كتير قوي والرنجات او اسعار الاسهم متباينه، فكل مستثمر بيلاقي ايه هدف استثماري في سهم من اسهم قطاع الاسكان، فكل محفظه استثماريه سواء فرد او مؤسسه عندها في اسهم قطاع الاسكان سهم واثنين وثلاثه، فده دايما من القطاعات الايه الواعده اللي هي بتتصدر التعاملات. طب والقطاعات المتارجحه والله في قطاعات بتظهر من وقت للتاني، زي مثلا قطاع الخدمات الماليه من وقت للتاني بيظهر وبيعمل طفره كويسه، قطاع الادويه من وقت للتاني، القطاعات المساعده لقطاع الاسكان كمان زي قطاع الانشاءات والمواد الخام والحاجات ديت، قطاع الخدمات المنزليه اللي هو بيشمل عدد اسهم كبير قوي وشركات مختلفه الاغراض ولكن كلها تندرج تحت بند الخدمات المنزليه والشخصيه. القطاعات دي اعتقد ان هي الفتره اللي جايه القطاعات دي مظلومه، القطاع ده مظلوم، واعتقد الفتره اللي جايه ممكن ياخد قدر كبير. طب قطاع الاتصالات مع اقتراب طرح الشركه الرابعه للمحمول، وقطاع البنوك اللي بيشهد احتمال حركه تنمويه اقتصاديه في مصر برضو؟ هو قطاع البنوك على صعيد البورصه، لا على صعيد البورصه احنا ما عندناش اسهم قطاع بنوك في البورصه شغاله بشكل يومي غير البنك التجاري الدولي، انما غير كده كل الاسهم دي مش شغاله. فطبعا مستقبله ايه شايفه؟ المستقبل حتى دخل الثانيه قطاعات ايه دخل ما هو اللي بيدخل اللي بيدخل انا عايز افرق بين الورقه وبين وبين القطاع. لو بمعزل عن البورصه قطاع البنوك هايل، كل يوم بيجي بنك عربي او بنك اجنبي عايز يستحوذ على بنك من البنوك اللي عندنا، وفي بعض الاحيان بيحصل تبديل وفي استحواذات كويسه قوي بتحصل وفي تطور بيحصل في القطاع ده بره البورصه. انما على صعيد بقى الادراجات اللي موجوده في البورصه احنا ما عندناش غير التجار الدولي هو اللي شغال، وباقي الاسهم اللي موجوده تم الاستحواذ عليها من قبل بنوك ثانيه خارجيه او شركات خارجيه وخلاص تعتبر التداول عليها كان لم يكن. فعشان كده كتداول لا مفيش، انما كقطاع يعتبر هاي. قطاع الاتصالات نفس القصه، زي اغلب اسهمه خرجت، الاسهم بقى الجديده او الشركات الجايه اللي عايز تدخل زي اتصالات مصر مثلا، الطرح ده طرح كبير وما نقدرش ان احنا نقيمه الا لما يحصل، لان احنا في طروحات عندنا فشلت خلال الفتره اللي فاتت، في طروحات نجحت نجاح يعني معقول مش نجاح كبير، فبالتالي الشركه بالضخامه دي لازم لما تدخل تكون مش محطوط لها توقعات او دراسات او تصورات، هي دي هي الظروف منتظره او مرتقبه. هو ده اللي بنتكلم فيه. هو طبعا احنا عندنا خلال الفتره اللي فاتت خرجت شركات كتير من قطاع الاتصالات، خرجت موبينيل، مش خرجت يعني اتمحت، لكن انا خلاص يعني اغلب اسهمها يعني بره، اغلب اسهمها بره، انا بتكلم كتداول. وخرجت فودافون، فالنهارده مفيش، وطبعا اوراسكوم تيليكوم، النهارده ما عندناش غير المصريه للاتصالات تقريبا هي الشركه فعلا اللي شغاله في قطاع الاتصالات اللي موجوده في السوق. فالشركه مع التطوير اللي هيحصل خلال الفتره الجايه ورخصه الرخصه المتكامله اللي هتاخدها ان هي الشبكه الرابعه تدخل مع اتصالات مصر، اعتقد ان القطاع ينتعش جدا ان شاء الله. طيب اقدر اعرف من حضرتك رؤيتك للسوق بكره؟ احنا كل يوم بنشوف تغيير، احنا توافق المحللون على ان الفتره اللي فاتت كانت فتره اتزان او تعتبر ايجابيه نسبيا بعد فتره الخسائر كانت بتشهدها وعدم الاستقرار، لكن وصلنا للمرحله او المعدل العادي. حضرتك تقرا السوق ازاي بكره او تقرا تعاملاتها متخيلها ايه؟
والله طبقا للي حصل النهارده في نهايه الجلسه او في نص الجلسه الثاني ممكن يكون في اتجاه ايجابي بكره، مش هيبقى كبير يعني، هيبقى في نفس النطاق اللي احنا فيه. احنا ما عندناش حاجه ممكن تخرجنا من الاطار ده في الوقت الحالي، الاخبار اللي احنا بنسمعها عاديه جدا وما فيهاش حاجه كبيره. فبكره ان شاء الله اعتقد يكون في اتجاه ايجابي، هنشوف اللون الاخضر في كتير من الاسهم يمكن في المؤشرات، ولكن بنسبه مش هتعتبر كبيره. التوصيه بقى اللي هي الجزء الثاني من السؤال، عاده التوصيه ان انا النهارده السوق احنا اللي بنعمله، فبالتالي المستثمر النهارده اللي يقدر يشتري اسهم من غير ما يحارب عشان يخفض السعر يشتري، يعني ما فيش داعي للمزايده يعني والمناقصه بالقرش. من غير ما يحارب عشان يعني احنا النهارده المزايده والمناقصه عندنا بالقرش، يعني النهارده اجي مثلا اشتري السهم ب 10 جنيه لقيته جايب هيقرب على 10 جنيه اقوم مغير الاوردر واخليه ب 9.5، لقيته هيقرب اقوم مخليه ب 9.25، فما فيش داعي لمحاوله التصيد دي، لان احنا كده بننزل الاسعار على نفسنا. انما انا لما اكون انا مقتنع ان السهم ده يساوي 10 جنيه وادخل اشتريه ب 10 جنيه وغير يعمل كده، يبقى احنا ماشيين في اتجاه تصاعدي، احنا بنزايد على بعض مش بنناقص على بعض. فاتمنى ان المستثمرين الافراد ان هم يحتفظوا بالاسهم بتاعتهم في الوقت الحالي. الفتره اللي جايه ممكن تكون فيها بعض الايام الصعبه، ولكن طبعا كل الافراد اللي اشتروا النهارده تقريبا الافراد المؤسسات الاجانب غريبة باعت يعني الاجانب هيكونوا مستغربين شويه من تعاملاتنا في رمضان، انما المؤسسات احنا خلاص يعني ايه بدانا نفقد فيها الامل ان هي تمثل صانع السوق. بدانا نشوف افراد هم بيمثلوا صانع السوق والمؤسسات مش عارفه ان هي تعمل الدور ده. نتمنى كذلك عوده القياده لحد ما للمؤسسات بشكل ايجابي مش بشكل سلبي، ونتمنى ان قبل اتخاذ مثل هذه القرارات على الاقل لو ما اتكلمناش مع الافراد نتكلم مع المؤسسات. اتمنى يعني وترفعوا تقريراتكم برضه ومقترحاتكم وتنظروا يعني، لان متهيألي القانون مش هيتم، ما فيش قانون منزل يعني، هو زي ما حضرتك قلت بيقبل التعديلات. والله واعتقد هيتم دراسات يعني، احنا بنعمل كده احنا وفي القانون ده حصل كده واترفضت المقترحات. هتقدم تالت وهتقدم رابع ان شاء الله لحد الوصول للنتيجه اللي بنقول عليها العادله للطرفين، دوله او مستثمرين باذن الله. استاذ اسلام عبد العاطي خبير اسواق المال، في نهايه حلقه اليوم بشكر حضرتك، شكرا جزيلا. شكرا. وان شاء الله نظرتنا تكون تفاؤليه، وننتظر يا رب البلد كلها نتائج مبشره في المرحله كلها مش للبورصه بس يا رب. ان شاء الله كل سنه وحضرتك سعيد. لذلك مشاهدينا نكون قد وصلنا الى نهايه حلقه اليوم من برنامجكم مؤشر النيل، ونشكركم على حسن المتابعه والى اللقاء في حلقه اخرى.